ابو سعده يلا اخرك كده ابوش الطريق زحمه قوي. ايه ده انتوا ابتديتوا بدري يعني؟ ابو العيسوي يا ابو سعده ايه الاخبار؟ اوعى يكون اخير كبيره ومخدرات. ايه باباش وزوزه صغيره انما ايه مرضناش نبتدي من غير وزوزه صغيره. امال ايه تخصصي. وانا بدالي واخبي. ايه ابو سعده هتعرف ولا لا؟ عيب يا بوشي، هو انا زيك يا منزوع الدسم. عاوز اشوفها، عاوز اشوفها. أنا بنته. طب من فضلك اطفي السجارة. ايه؟ اتخضيت لما شفتني على السرير؟ عيب يا بوشي، هو انا زيك يا منزوع الدسم. بعد الشر عليك. طول عمرك كنت قاسي، قاسي على امي اللي استحملتك وحاولت ترضيك بشتى الطرق. عارف اني اصحى كل يوم الصبح على زيك من وانا طفله؟ ازاي ادخل البيت وانا مش موجود؟ كان بيصرحك بالغلط. اتعلمي بقى، كرهتيني في حياتي يا شيخة. كل مرة بره البيت محدش يدخل. حبيبي بقى ربتني على الخوف لدرجة انك لما كنت بتعدي من جنبي كان جسمي بيقشعر من الخوف. شفتي يا ماما المفرش اللي عملته بإيديا؟ أنا عملته عشان لما أتجوز أحطه في بيتي. يا ماما اضحكي بقى، ده أنا بحبك. وأنا كمان بحبك قوي يا قلب ماما. ربنا يساعدك يا بنتي. عمرك ما كنت بتحسي بيها وهي بتعيط لوحدها، مهم طلباتك وبس. حتى في السرير مهم طلباتك وبس، كله بالعافية. فاكر؟ خلصي بقى بلاش دلع. كنت قايمة اشرب بالليل. يا ابعد عنك. والصوت شدني. بقولك ابعد عني. خلصي، البنت نايمة مش عايز صوت يعلى. خلصي بقى. بقولك ابعد عني. ليه بصيت لي البصه دي؟ كانت غريبه قوي، كانتش عينين اب.
كان نفسي تاخدني في حضنك زي كل اب ما بيعمل. كل كبد حضني ماتت، كان لازم تموت من كتر اللي بتعمله فيها. فاكر أول مرة حضنتني فيها يا بابا؟ جسمك بيترعش نفس الرعشة. بعدها قمت من ورايا وانا مش فاهمة اي حاجة، ولما سألتك قلتلي انا كده بحبك، ما تقوليش لحد خالص، وما قلتش لحد. ما كنتش فاهمة انت بتعمل ايه، ولا كنت عارفة انا اعمل ايه. من ليلتها وانا كل يوم الاقيك عندي في الاوضه، لما سالتك تاني قلت لي بدل ما اجيب لك مرطب خضيت لما دخلت الأوضة وشفتني على سرير أصحابك؟ إيه؟ كنت فاكر هتشوف دكتورة ولا مهندسة؟ كنت فاكر إني هقبل تبقى الصبح أبويا وبالليل عشيقي؟ كان لازم أهرب، وطبعاً الشارع خدني بالحضن. كان لازم أستحمل لمسات الرجالة في كل مكان اشتغلت فيه عشان أعيش. اللي يبص واللي يحسس. طب وعلى إيه بقى؟ هخاف عليه ولا يتخاف عليه؟ انت خدته. قتلت حلمي اني يكون عندي راجل احبه ويحبني، راجل اتحمى فيه واتدفى في حضنه. بدل ما ابقى ملك الراجل واحد، بقيت بتاعه كل الرجاله. عملت كده ليه؟
تفتكر هقدر احب تاني؟ هقدر اقول لك بابا تاني؟ هقدر ابقى زي بقيه البنات اتحب واحب؟ الحلم البسيط بتاع اي واحده، فاهم؟ طب بتشوفني ليه؟ تفتكر هقدر اسامحك؟ وان قدرت ليه انت ما قدرتش تسامحني لما شفتني على سرير اصحابك؟